دلوقتي معايا فقرة هي من فقرة هموم الشارع. المشكلة الأولى معانا النهاردة من محافظة الإسماعيلية. المزارعين بيشتكوا إن المانجا اللي هي أشهر محاصيل الإسماعيلية، إحنا كلنا عارفين إنه المانجا بتاعت الإسماعيلية لها طعم متميز ومختلف تماما، بينهشها المرض العفن الهبابي والحشرة القشرية. دول مرضين بيدمروا محاصيل المانجا للمزارعين، فالمزارعين بيستغيثوا بوزير الزراعة ومجلس الوزراء لتوفير المبيدات الفعالة للقضاء على سرطان المانجا. يعني أنا مش عارفة الحقيقة إيه اللي معطل الموضوع إن هم يحصلوا على الأدوية اللي هتقضي على المرض. نشوف التقرير ده ونرجع تاني. في رحلتك لمحافظة الإسماعيلية فإن أول شيء يخطر ببالك هي المانجا الإسماعلاوي، لذا توقفت عند تاجر المانجا هذا لطرح بعض الأسئلة التي تدور في ذهني. هو السنة دي في اختلاف، لأن معظم الجنان ما فيش فيها سمر خالص، يعني الطرح بتاعها ضعيف. فالسنة دي بقى ربنا يعني يسترها كده من اللي هيحصل للفلاحين. إذن فإن هناك خطر يهدد هذه الثروة القومية لمحافظة الإسماعيلية، فذهبنا للمزارعين واتضح لنا أنه أكثر من 3 أعوام وموسم حصاد المانجا مهدد بالخطر. عاما بعد عام يزحف مرض العفن الأسود على الأفدنة المزروعة بأشجار المانجا ليقلص نسبة الإنتاج السنوية للمحافظة. المانجا هي شريان الحياة في إسماعيلية. إسماعيلية دي بتشتهر بالمانجا على مستوى الجمهورية كلها، وبتصدر مانجا من إسماعيلية. يعني إسماعيلية دي 90% منها مانجا، هي معروفة كده على مستوى الوطن العربي كله. الإسماعيلية يعتبر المانجا بتاعتها مميزة جدا عن جميع محافظات الجمهورية اللي هي بيطلع منها تصدير الخارج في بعض الدول العربية. أول المشكلة طبعا اللي واجهت محافظة إسماعيلية اللي هي من 3 سنين هل عليها مشكلة الهباب الأسود دي. طبعا الزوايا دي محدش يعرف لغاية دلوقتي مدى إن هي جاية منين أو مكافحتها بالطريقة الأمثل إزاي. يعني العفن الهبابي هو عبارة عن حشرة في بطن الورقة من تحت، بينزل على الورقة من فوق بيعمل السواد اللي حضرتك شايفه على الورقة من فوق. الحشرة القشرية بتيجي على الورقة من تحت من هنا بتاكل العصارة بتاعت الورقة، فالعصارة دي لما تتاكل هتديك انتاج ازاي وتطلع شيحة ازاي. انا دلوقتي واحد عيان اهو وخلصان، هيشتغل ازاي؟ المشكلة لازم معايا عملية رش وعلاج، والرش والعلاج المشكلة ان الدنيا غالية. حتى لو الشخص اللي هو بيحافظ ورش زي الجار اللي هنا بيرشه، انا معيش امكانيات ما ارشش، انا بعديه تاني. الناس بتشيل الشجر ليه؟ بتشيل الشجر لان المانجا ما عادش بتنتج. بتنتجش ليه؟ عشان خاطر فيه الهباب الاسود والناس مش قادره تقاومه، فالراجل بيضطر انه يقلع شجر المانجا، وبنفقد محصول رئيسي بالنسبه للدوله هو محصول المانجا، وبالذات اللي الناس بتسمع عليه. يعني بسبب الهباب والناس قلعت الشجر، يعني اقول لك اقسم بالله العظيم الناس قلعت الشجر وبعته عشان تزرع برسيم وتزرع غل. هتجيب ايه البرسيم وهتجيب ايه الغل؟ الحل الامثل تدخل الدوله سريعا في رش طيران. كان زمان في رش طيران فعلا عندنا، وكانت بتطلع الطيران بتبقى متعبيه المبيد ده قبل ما يظهر اي حاجه زي كده. يعني الكلام ده كان من 10 15 سنه كان في طيران بالفعل بيرش ومخصص لموسم المانجا لمحافظه الاسماعيليه. مئة وعشرة ألف فدان من أشجار المانجا بالإسماعيلية كانت تنتج حوالي 300,000 طن سنويا، ولكن اليوم اختلف الأمر تماما بعدما أصابها مرض العفن الأسود والمعروف بالعفن الهبابي، الذي جعل كثيرا من المزارعين يقتلعون الكثير من أشجار المانجا، الأمر نفسه الذي يقضي على الثروة الزراعية لمحصول المانجا في مصر، وكذلك يؤثر سلبا بالتأكيد على المواطن والمزارع. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور.